السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في وصفة جديدة وفيديو جديد. اليوم إن شاء الله غنقدم معكم هاد الخبيزات اللي هما صحيين بالزرارع والدقيق بالنخالة والشعير. نتمنى أنهم ينالوا إعجابكم وتجربوهم لأنهم كيجيو زوينين يعني وصحيين وغيعجبو الوليدات إن شاء الله. زوينين في الفطور مع زويتة العود ولا أملو ولا هكا كساندويتش، هما راه كيجيو زوينين وبنان. نتمنى من الناس اللي اول مره كيشوفوا القناه ديالي دعموني بالاشتراك ويفعلوا الجرس باش يتوصلوا بكل جديد. وندوزوا للوصفه. بسم الله على بركه الله. غادي نبداو في العجينه. هنا غادي عندي معلقه ونص ديال الخميره ومعلقه ديال سنيده، حيت الجو بارد دابا ما غاديش يعني تخمر لي جينا دغيا. وتا كمية ديال الطحين يعني عندي واحد الكمية شوية كبيرة، ماشي قليلة. صافي غادي نخليهم هكا يرتاحو بما قديس الطحين ويتفاعلو. هنا غادي ندير خمسة ديال الزلايف ديال القمح والنخالة ديالو. صافي غادي ندير عليه جوج زلايف ديال الدقيق ديال الشعير. انا ما غاديش نستعمل فورص باش يجيني يعني الخبز الصحي. صافي درت ملعقه كبيره ديال الملحه. غادي نحاول نخلطو. صافي وراه خميرة والسكر يعني تفاعلوا. صافي هنا باش جينا العجينة رطبة غادي نديرو هكا ثلاثة المعالق كبار ديال زيت الزيتون. صافي غادي نعجن بالماء دافي والعجينة يعني خاصها تكون رطبة متكونش قاصحة باش ميجيناش الخبز قاصح. والعجينة هنا غنحاولو غير نجمعوها، كتحتاج يعني للدليك. انا راه ما حبستش الفيديو، انا راه درت معكم سرعتو غير شويه. صافي غادي نزيد له مازال شويه الماء يعني خطا لي داك الكاس الكبير يطرو فيه يطرو شويه ديال الماء. هانتوما راه كتجي رطبه كما قلت لكم. صافي غادي نزيد لها خمسة المعالق كبار ديال هاد الحبوب المشكله. ها كيكون فيها هادو درت فيهم الزريعه، فيهم هذا فيهم زنجلان بيض، فيهم حبوب الكينوا، فيهم الزريعه قلتها، فيهم هذا زريعة الكتان، وفيهم الحبوب الخشخاش. يعني راه كلهم فيهم فوائد. يبغى يزيد نافع حتى هو يزيدو، ولا حبة حلاوة ولا كروية. صافي هنايا غادي نغطيه ونخليه حتى يرتاح مزيان عاد نجي نخدمو. صافي هنا غادي نجي نحاول نخوي منو داك الهواء، خليته هنا واحد ربع ساعة. صافي الطريقه يعني سهله وبسيطه، يعني بلا تكوار بلا حتى حاجه.
معي كندير كنحربلو هكا صافي، والوجه ديالو غادي ندهنو بالماء، الماء كيعطي واحد القرمشه وكيساعد حتى دوك الحبوب باش يلصقوا على الوجه. صافي هنا غير غادي نقطعو اللي كتعجبو هكا، بحال البابا هكا كثيرة في الخبز ممكن يخليو معي هكا يحطو مباشرة. انا سر بسطتهم شي شوية، وهنا راه بعد ما خمروا يعني خليتهم هكا غطيتهم بواحد الزويف، دابا ندخلهم الفران على نار مجهده. وهذا هو الشكل ديالهم بعد ما كيطيبوا، كما قلت لكم كنديروهم في نار مجهده حيت قد ما تعطلوا في الفران قد ما كيجيو قاصحين، خصهم يطيبوا بسرعه. صافي هنا راه ممكن يتقدموا كما قلت لكم مع كواف في الفطور هكا مع جبينه ولا املو زيت العود كيس ديال اتاي، ولا ممكن تصوبوا بهم سندويتشات كما ندير معكم دابا. صدقوني راه كيجيو بنينين. كيليقوا هكا لصحاب الريجيم. الناس هكا اللي كيبغيو يحافظوا على صحتهم وياكلوا الاكل الصحي كاين ما احسن منه. والى وصفه قادمه ان شاء الله في امان الله. السلام عليكم.